تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتابع معكم تدبر آيات القرآن الكريم، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 66 من سورة يونس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. طبعا هذه الآية الكريمة جاءت بعد قول الحق سبحانه وتعالى في الآية التي سبقتها: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. إن العزة لله جميعا أي العزة بكل الاتجاهات، العزة القوي الذي لا يغلب، العزة بكل الاتجاهات. علة هذا الأمر بأنه له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. فالحق سبحانه إذن لن يخرج كائن من كان عن ملكه. وساعة نجد أن الله سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر، يقول لله ما في السماوات وما في الأرض، هون من في السماوات وما في الأرض. نجد هذا الأمر ونقف عند التعبير القرآني ما ومن. مثال، مثلا حين تبع قوم فرعون موسى عليه السلام وقوم، قال أصحاب موسى إن لمدركون. قالوا ذلك لأنهم رأوا البحر أمامهم، فشاء الحق سبحانه أن يبين لهم أن البحر لن يعوق مشيئة المولى سبحانه، ولم ينفلت البحر من قوة الله تعالى، لأن لله ما في السماوات وما في الأرض والبحر منها. لذلك انفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، فلا شيء يخرج عن ملكه سبحانه وتعالى. ولذلك يأتي الحق سبحانه بالنقيض، فبعد أن جعل الحق سبحانه لهم مسلكا في البحر وكل فرق كالطود العظيم ويظل البحر مفلوقا، فيدخل قوم فرعون فيه. الحق سبحانه يقول لموسى عليه السلام: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فيأمر الحق سبحانه البحر أن يعود كما كان، فيغرق قوم فرعون بعد أن أنجى الله سبحانه وتعالى موسى ومعه، فأهلك وأنجى بالشيء الواحد لأنه له ما في السماوات وما في الأرض. وليبين الحق سبحانه لنا أنه لا شيء في كون الله يقوم مقام عزة الله سبحانه وتعالى، إن العزة لله جميعا. إذن فكل كائن هو مؤتمر بأمر الله، وما دامت العزة لله جميعا فمصداقها أن لله تعالى ما في السماوات وما في الأرض. هلا بين الفرق من في السماوات ومن في الأرض، وبين الفرق ما في السماوات وما في الأرض. إذن ليس هناك كائن في الوجود يتأبى على أن يكون جنديا من جنود الحق سبحانه وتعالى، فيكون جنديا للإهلاك وجنديا للنجاة في نفس الوقت. طيب إذن نأتي الآن إلى نص الآية. ألا نعلم بأنها أداة تنبيه للسامع، فلا يؤخذ على غرة ولا تفوته حكمة من حكم الكلام، وينتبه إلى أن هناك خطابا عليه أن يجمع عقله لكي يستقبل هذا الخطاب. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. هنا أجيب على الكلام لقائل أن يقول هناك كثير من الكائنات غير العاقلة، وقول الحق من مقصود به الكائنات العاقلة، ولله ما في السماوات من في السماوات ومن في الأرض، أي من يطلق للعاقل. طيب في كائنات الحيوانات، في كائنات الجماد وإلى آخره. ولنا أن نتساءل للرد على هذا القائل: هل هناك أي شيء في الوجود لا يفهم عن الله؟ طبعا لا. الله سبحانه وتعالى هو القائل عن الأرض: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.
إذن فكل الكائنات في عرف الاستقبال عن الله سبحانه وتعالى سواء بمن أو بما، لأنه ما تشمل الجميع، من تشمل العاقل، لكن حتى لو وردت من إن كان التعبير عنها بمن أو ما، كل ما في الوجود يفهم عن الله سبحانه وتعالى. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذا صارت واضحة، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، كما جاء في هذه الآية. شاء الله سبحانه وتعالى أن هذا الجنس في الوجود يوجد، يعني كما نقول هناك جنس في السماء يوجد على الأرض، مثلا الملائكة المدبرات أمره، هؤلاء هم مقصودون بأن لله ما في السماوات وما في الأرض. ولله سبحانه وتعالى أيضا جنس في السماوات لا يوجد في الأرض، هم العالين، الملائكة العالين ليس لهم وجود على الأرض، كما أن لله تعالى جنودا في الأرض ليس لهم وجود في السماء. فإذا لاحظنا المدبرات أمرا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لله ما في السماوات وما في الأرض مناسب لها. وإن لاحظنا أن لله ملائكة مهيمنين في السماء وجنود في الأرض لا علاقة لهم بالسماء، يكون مناسبا لذلك قول الحق سبحانه ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. شايف؟ إذن تعبير من في السماوات ومن في الأرض وما في السماوات وما في الأرض يختلف ويشمل كل هذه المعاني التي نقول. والله سبحانه وتعالى يقول وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ومعنى اتباعهم شركاء كأن هناك شركاء، رغم أن الأصل والحقيقة أنه لا يوجد شركاء لله سبحانه وتعالى. هيك نص الآية، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إذا فهم يتبعون غير شيء. ودليل على ذلك موجود في طي القضية، فهم يعبدونهم من دون الله. ومعنى العبادة أن يطاع أمر وينتهى عن نهي، وهم يعبدون من أشياء لا أمر لها ولا نواهي، فليس هناك منهج جاءوا به، إذا فلا ألوهية لهم، الشمس ولا الكواكب ولا التماثيل ولا هبل ولا العزة ولا الأصنام، ما في. فإذا عندما يقول الله سبحانه وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. لو كان لهم شركاء، لو كان لله سبحانه وتعالى استغفر الله شركاء لأنزلوا منهجا ولا أوجدوا أوامرا وكان لهم نواهي، لأن الذي يقول لك اعبدني يحدد طريقة أسلوب العبادة. وهاتوا واحدا من الذين تتبعونهم وتدعون لهم يكون لهم منهج، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لذلك جاء قول الحق سبحانه إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ونحن نجد الذين أولعوا بأن يوجدوا في القرآن ظاهرة اسمها تعارض، يشككوا بالقرآن، قالوا إن هذه الآية مثال على ذلك. كيف؟ قالوا أنه في بداية الآية يقول الله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، فينفي أن المشركين يتبعون شركاء لله، ثم يأتي في آخر الآية فيقول إنهم يتبعون الظن والخرص. ففي أولها ينفي الاتباع وفي آخرها يثبت الاتباع، هكذا يقول المشككون. هذا جهل ممن قال بهذا وادعى أن هناك تناقضا في الآية. فالله سبحانه ينفي أن يكون ما يدعوه وما يدعوه هؤلاء المشركون شركاء لله في ملكه، فلله من في السماوات ومن في الأرض، ولكنه يثبت أنهم يتبعون الظن والخرص والتخمين. شو الظن وشو الخرص؟ إن الظن حكم بالراجح كما أوضحنا من قبل في النسب، من أن هناك نسبة إن لم تكن موجودة فهي مشكوك فيها، أو نسبة راجحة، أو أن نسبة تساوي فيها الشك، تساوى فيها الشك مع الإثبات. فإن كان الشك مساويا للإثبات فهذا هو الشك، وإن رجحت فهذا هو الظن، أما المرجوح فنسميه وهما. إذن الظن حكم بالراجح،
والخرص هو التخمين والقول بلا قاعدة أو دليل. والله سبحانه يقول هنا: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. حقيقة والقرآن حين يوجه خطابا فهو يأتي بالخطاب المستوعب لكل ممكن، وهو سبحانه حكم عليهم هنا أنهم يتبعون الظن والخرص. ونحن نعلم أن الكافرين قسمان، قسم كان يعلم حقيقة الشيء ولكنه يغير الحقيقة إلى إفك وإلى خرص، وقسم آخر لا يعرف حقيقة الشيء بل يستمع إلى من يعتقد أنه يعرف. يتابع المولى سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. شاء الحق سبحانه بعد أن بين الإيمان والمؤمنين وما يمكن أن يدعيه الكافرون في نبي الرسالة، وبعد أن بين المنهج، ها هو سبحانه يأتي بالكلام عن آياته في الكون تأييدا للمطلوب. فالمطلوب أن نؤمن برسول يبلغ منهج عن الله ليكون هذا المنهج نافعا لنا، وإن أراد أحد دليلا على ذلك فلينظر إلى الآيات التي وجدت للإنسان من قبل أن يكلف، أهي في مصلحته أم في غير مصلحته؟ وما كانت الآيات الموجودة في الكون والمسخرة للإنسان تفيد الإنسان في حياته؟ فلماذا لا يشكر من أعطاه كل تلك النعم؟ فقد قسم الله سبحانه أيضا اليوم إلى وقت للراحة نعمة ووقت للحركة نعمة. فقال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فكما خلق سبحانه لنا اليوم وفيه وقت للراحة ووقت للحركة، كذلك شرع الحق سبحانه منهج للدين لتستقيم حركة الحياة، لأن الإنسان الخليفة في الأرض لابد أن يتحرك، لابد أن تكون حركته على مقتضى افعل كذا ولا تفعل كذا، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو مباح، إن شاء فعل وإن شاء ترك. كل فعل وكل نهي يتطلب حركة، وإينا أن نتصور أن النهي لا يتطلب حركة أبدا، لأننا نتحرك في أمر ما ثم يأتي قرار التوقف، وقد نتوهم أن التوقف لا يحتاج إلى حركة لأنه سلب ملكة القيام بما نعمل، ولكننا ننسى أن هناك حركة داخلية هي الدوافع من الداخل التي كانت تلح علينا أن نقوم بما تشتهيه الأنفس ولا يواكب ما أمر الله. فكبت هذا الأمر وكبت جماح هذا الأمر فيه حركة، لأن الله قد أمر بذلك، وما دام هناك حركة فلابد أن يكون هناك تعب. لذلك الإنسان يتحرك في النهار فكان له حق في الراحة في الليل، وكذلك عمر الإنسان. لم يكلف الله تعالى الإنسان إلا بعد البلوغ، ترك له الفترة الأولى من عمره دون تكليف منه وحساب، لكنه سبحانه لم يقطع عنه التكليف في تلك المرحلة بتاتا، وإنما منع الحساب على ما يفعل أو لا يفعل للأب والأم، وترك مسؤولية التدريب على التكليف للأب والأم. فالأب أو الأم يقول لابني لا تكذب، فإن كذب فالأب يعاقب، وهكذا يكون الأمر من الوالد والوالدة والنهي للولد، والأمر والنهي يتطلب ثوابا أو عقابا، وهنا يجب أن نقف. الحقيقة أن التدريب الأولاد داخل المنزل على القيم وعلى الاستقامة هو جزء لا يتجزأ من المنهج الإلهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينا: مروا أولادكم بصلاة وهم أولاد سبع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك التكليف في السن غير التكليف، المرحلة الأولى من الطفولة واليفاعة قبل البلوغ تركها للأب والأم، فهنا مسؤولية كبيرة
في المجتمع ملقاة على عاتق الأسرة على الأب والأم. فإذا وجدنا الفساد في المجتمع مثلا، فعوامل الفساد تكمن أولا في طريقة التربية التي بدأ بها الأب والأم التربية. ما يعني مثال وببساطة، يعني الأب أو الأم إذا استخدموا الكذب في تربية الأطفال فلا يمكن بعد ذلك أن ينهو الطفل عن الكذب. لا تنهى عن فعل وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. فإذا التربية تكون بالسلوك بالقدوة. فعندما يرى الابن أو الابنة الأم والأب صادقين فلا بد من أن الصدق سيكون منهجا. وعندما يعلمون أو يعلم الأب والأم الأولاد عدم السرقة وعدم النميمة وعدم الافتراء وعدم الكذب وعدم الغيبة وعدم فهذا هو صلاح المجتمع يبدأ من هنا. لذلك كما نقول بأن الله سبحانه وتعالى عندما كلف وحاسب على الإنسان بعد سن البلوغ، لكن ترك هذا الأمر قبل سن البلوغ للأب والأم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. طيب، إذن هذا بالنسبة للآية، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات القوم يسمعون. قلنا بأن الليل سكن هو راحة للإنسان، ونبدأ الآية هو الذي جعل لكم الليل. طيب في هناك فارق بين خلق لكم ولا جعل لكم. في عندنا ثلاث عبارات مهمة جدا، كلمات الخلق والجعل والملك. مثال سبحانه خلق الزمن ثم جاء لهذا الزمن ليجعل منه ليلا ونهارا. إذا فالجعل هو توجيه شيء مخلوق لمهمة معينة. ومثال ذلك ولله المثل الأعلى وهو منزه عن أي تشبيه أو مثل. تجد صانع الفخار مثلا يمسك بالطين ليجعل منه إبريقا، فهو يصنع الطين أولا يعني يخلط الماء بالتراب ويعجنها معا، ثم يجعل من الطين إبريقا أو مزهرية ورد. هو بذلك إنما يحول مخلوقا إلى شيء له مهمة، له مهمة خاصة. الزمن مخلوق لله، كله لله سبحانه، جعل منه قسمين، قسم الليل وقسم النهار. مثلما خلق الإنسان ووجه جزء منه ليجعله سمعا وجزء آخر بصرا وجزء آخر مخا وجزء آخر رئة وهكذا، كل ذلك مأخوذ مما خلقه الحق سبحانه وتعالى. أي أنه سبحانه جعل أشياء مما خلق أصلا. هذا هو الفارق بين الخلق والجعل، يجعل أشياء مما خلق أصلا لتؤدي مهمة للمخلوق. إذن فالجعل هو أخذ من شيء مخلوق لمهمة معينة. طيب الخلق والجعل يترتب عليه ملك، جعل والخلق يترتب عليه ملك. فمن عمل مثلا آنية من الطين هو يملكها، ومن جعل من الطين إبريقا يملكه. وهكذا نجد الخلق والجعل يترتب عليهما ملكية، صح ولا لا؟ ملكية منسحبة بعد الخلق والجعل. فإذا هنا نجد قول الحق سبحانه وتعالى أمن يملك السمع والأبصار. شايفين؟ لذلك والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. طيب متوقف هون. إذن تبين الآن معي الفارق بين الخلق وبين الجعل، ويحتاج الخلق والجعل اللي بيخلقوا بيجعل في إله الملكية. طيب أصبح واضح بالنسبة لنا الآن، هو المولى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة. طيب كان مقتضى الكلام لو على عقلنا البشري أن يقول جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار
لتتحركوا، زاد لتسكنوا، عكس لتتحركوا. نشوف الأداء القرآني المعجز. قال والنهار مبصرة، فهل النهار هو الذي يبصر أم نحن الذين نبصر؟ هل النهار مبصر أو مبصر فيه؟ طبعا في القديم عندما نزل القرآن الكريم لم يكونوا قد وصلوا إلى الحقيقة العلمية التي وصل إليها العلم الآن. كانوا يعتقدون أن الضوء يخرج من العين إلى المرء فتراه، بيخرج الضوء من عين شعاع بيشوف، إلى أن جاء الحسن بن الهيثم العالم العربي المسلم وأوضح بالتجربة أن الضوء إنما ينعكس من المرء إلى العين، بدليل أن المرء إن كان في النور وأنت في الظلام فأنت تراه، وإذا كان الأمر بالعكس فأنت لا ترى. يعني إذا كان شيء بالظلام ما بتشوفه، طيب العين عم تشتغل لكن أنت ما تشوف، شو معناتها؟ شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بأن ليست العين هي التي ترسل شعاع لترى، العكس. سبق القرآن كل النظريات، بيّن لنا أن النهار إنما يأتي بالضوء فينعكس الضوء من الكائنات والموجودات إلى العين فترى. إذن فالنهار هو المبصر، صح؟ مين يبصر النهار؟ لأنه جاء بالضوء اللازم لانعكاس هذا الضوء من المرائي الأشياء إلى العيون. نحن نجد القرآن حين يتعرض لليل والنهار يقول ومن آياته الليل والنهار، ويقول وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار، معجزة النهار مبصرة، وهي مبصرة كما أثبت الحسن بن الهيثم، وإن كانت في ظاهر الأمر مبصر فيها. إذن دقة الأداء القرآني هنا أقف عندما يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة، والمبصرة قيمة مبصرة يعني النهار هو اللي بيؤدي أنه الإنسان يشوف من في ضوء النهار، هو الذي ينعكس يشوف، فبيشوف الإنسان فيتحرك. فإذا بدل أن يقول والنهار محركا أو النهار لتتحرك وهان لتسكن وهان لتتحرك، جاء بأن النهار وجاء بمعجزة علمية سبق بها الزمن. شوف مثلا مثال آخر يعطي لنا الحق سبحانه، التجربة حية مع موسى عليه السلام. قول الحق سبحانه لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. وشاء الحق سبحانه ذلك ليتعرف موسى بالتجربة على ما سوف يحدث من عصاه أمام فرعون ثم أمام السحرة، ثقة منه سبحانه أن موسى حين يراها تنقلب إلى حية أمام عينيه لأول مرة سوف يفزع، فيطمئنه الحق بقوله خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. كانت المرة الأولى لتحول العصا إلى حية هي تجربة للاستعداد حتى لا يجزع موسى عليه السلام أمام فرعون أو يخاف لحظة أن يمر بالتجربة العملية، وحتى يقبل على تقديم المعجزة وهو واثق تمام الثقة أمام فرعون. ثم قال له الله سبحانه وتعالى وأدخل يدك في جيبك، طبعا في جيبك الجيب هو المكان الذي تنفذ منه الرقبة في الجلباب، يسمى القبي الأبي، فلا يظن أحد أن الجيب الأبي، يعني الجيب المقصود هنا الجيب اللي نضع فيه النقود، ليس هو ذلك. فإذا عندما قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بأن اليد وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء،
تخرج بيضاء من غير سوء، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة. هكذا كانت الآيات مبصرة، وكأنها تقول للعين أبصريني. لذلك هنا الآية هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، ولم يقل لتتحركوا فيه، بل جاء بما يضمن سلامة الحركة وهو الإبصار، لأن الضوء الذي ينعكس على الأشياء هو الذي يحفظ للإنسان سلامة الحركة. ولكن البعض من الناس في زماننا مثلا يستخدمون نعمة الكهرباء في الإسراف في السهر، وحين يأتي الليل يسهرون حتى الصباح أمام تلفزيون أو فيديو أو النت أو إلى آخره، في غير ذلك من الأمور الترفيهية، ثم ينامون في النهار، عكسوا الآية لله سبحانه وتعالى، وينسون أن الليل للركود والنهار للعمل. وقد ثبت علميا أن للضوء أثرا على الأجسام، فالضوء يؤثر في الكائن الحي، وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاكتشاف بزمان طويل، قال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله، وذلك حتى لا ينشغل الجسم بإشعاعات الضوء التي تسبب في تفاعلات كيماوية في الجسم، ولذلك اللي بيسهروا بيتعبوا. وهذا طبعا من هذا المنطلق هنا ننطلق إلى أمر آخر، هو كيف يسيء البعض استخدام الآلات المتحضرة. في هذه الإساءة نوع من التخلف، ليست الحضارة فقط بالآلة، فإذا أخذنا الحضارة بمنطقية فهو التحضر. على سبيل المثال نقول لمن يركب سيارة إياك أن تسرع بها في طريق فيه تراب مضربة حتى لا يثور الغبار ويملأ صدور الناس بالحساسية، إياك أن تهمل صيانة سيارتك حتى لا يفسد الموتور ويخرج العادم الضار بصحته ويضر بصحة الناس والبيئة، فلا يسافر الإنسان في الطريق المتربة أو بسيارة غير جيدة الصيانة فيصيب صدور الناس بالمرض ويصيب الزروع ويفسد الهواء، صح ولا لا؟ يجب أن نأخذ الحضارة بهذا الشكل، علينا أن نرتقي إلى مدارجها بصيانة أساليبها، لأن من لا يأخذ الحضارة بقواعدها هو من يتخلف رغم تقدم الآلة، فتصير الآلة أكثر تحضرا منه. فإذا أخذنا كل أمر من مهمته التي خلقها الله لها فنحن نحقق الراحة لأنفسنا ولغيرنا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في سورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وإن بذل الإنسان أن هناك تعارضا بين غشيان الليل أي تغطية الليل للمرئيات وتجلي النهار أي كشف المرئيات، فهذا ليس تعارضا بل هو تكامل، لأن حركة النهار تتولد من الليل وراحة الليل تتولد من تعب النهار. وهناك مثال آخر في قول البعض أن الليل في تلك البلاد المتحضرة لا ينتهي وأنت تجد السهر هناك حتى الصباح. عندما نسمع بهذا القول هل هناك مصلحة لسكان البلاد أو تلك البلاد بأن الليل الذي هو أساس أو أي بلد سبات لتأتي الحركة المنتجة في النهار، هل هناك مصلحة في ذلك؟ الآفة أن تنقل مهمة نوع إلى مهمة نوع آخر، سواء كان في الزمان أو في الإنسان. ونقرأ قول الحق سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى، وهنا الحق سبحانه وتعالى ينهي هذه الآية إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ولقائل أن يقول لم يقل إن في ذلك لآيات، ليش ما قال لقوم يبصرون؟ لننتبه إلى أن الحق سبحانه حين يتكلم عن زمان فهو يبين في هذا الزمان مهمته، وهو القائل في صدر الآية ووسطها جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، فالعلة في هذه الآية هي سكون الليل لا حركة النهار، والعين في الليل لا تؤدي مهمتها بل السمع هو الذي يؤدي مهمته.
إذا فقد جاء الله سبحانه وتعالى في آيات الليل بالسمع وجاء في آيات النهار بالإبصار. لذلك كانت إن في ذلك هو الذي جعل لكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد.